تسجيل 17 إصابة جديدة بكورونا وحالة شفاء وحالة وفاة جديدتان بالفيروس أمس في ليبيا. وصول شحنة طبية إلى مطار مصراتة لمواجهة فيروس كورونا قادمة من هولندا. وزارة الصحة بالحكومة الليبية تشدد على ضرورة الرفع من حالة التأهب استعدادا لأي طارئ. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في نشرة الثامنة من قناة ليبيا والتي تقدمها لكم فرح قدادة وحسن البكوش. أهلا بكم مشاهدينا وفي نشرتنا تتابعنا أيضا. مركز القلب تاجورا يناشد الجهات المعنية التدخل لإيجاد حلول عاجلة لمشكلة انقطاع الكهرباء. أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في بيان أمس رقم 118 تسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا مع تسجيل حالة شفاء جديدة وحالة وفاة. تفاصيل الوضع الوبائي في ليبيا لنهار أمس نتابعها في التقرير التالي. حصيلة جديدة للإصابات بكورونا في ليبيا تضاف إلى سابقاتها، ففي آخر بيان له أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 17 إصابة جديدة الخميس من أصل 787 عينة، منها 8 حالات جديدة و8 لمخالطين وحالة عائدة من السفر، مع تسجيل حالة وفاة جديدة يوم أمس وحالة شفاء. الإصابات وحسب بيان المركز توزعت على مدن سبها بخمس حالات ومصراتة بثلاث حالات، ومثلها سجلت في طرابلس. أما بنغازي فقد تم فيها تسجيل حالتين ومثلها في زليتن، وحالة واحدة في يفرن وأخرى في الرحبات، ليكون إجمالي الإصابات في كل ليبيا 891، منها 641 حالة نشطة. أما المتعافون فقد بلغ عددهم 224 والوفيات 26. المركز وأمام التسجيلات اليومية للحالات وتفاقم الوضع الوبائي في البلاد جدد مطالبته بضرورة اتباع الإرشادات الوقائية والاحترازية اللازمة لمنع انتشار الفيروس، والتي تشمل حظر التجول ومنع التجمعات والحجر المنزلي والتباعد الاجتماعي والاستمرار في عمليات التعقيم والتطهير والنظافة الشخصية. كما طلب المواطنين بالمناطق التي يحدث فيها سريان للفيروس بعدم مغادرتها حتى تتمكن فرق الرصد والتقصي الوبائي التابعة للمركز من تتبع وحصر المخالطين حتى استقرار الوضع الوبائي. قال المتحدث باسم لجنة إدارة أزمة جائحة كورونا في سبها صلاح إبراهيم، قال إن الإصابات المسجلة في المدينة بلغ عددها 420 حالة و16 حالة وفاة، فيما تماثلت للشفاء 62 حالة. وأضاف إبراهيم في مقابلة مع وكالة سبوتنيك أن الاستعدادات الطبية في مدينة سبها بسيطة جدا بالرغم من وصول بعض التجهيزات من الحكومة الليبية وحكومة الوفاق، إلا أن انفجار أعداد الإصابات في المنطقة لم يكن متوقعا، وكذلك سرعة الانتشار حسب قوله، مشيرا إلى أن الانتشار السريع للفيروس في سبها يرجع إلى عدم التزام المواطنين بحظر التجول والإجراءات الاحترازية المقررة. ولمزيد من التفاصيل حول الوضع الوبائي في مدينة سبها ينضم إلينا المتحدث باسم إدارة أزمة جائحة كورونا بالمدينة سيد صلاح إبراهيم. سيد صلاح أهلا وسهلا بك في نشرة الثامنة. أهلا بك أستاذ. سيد صلاح، يعني ما هو الوضع الوبائي اليوم في مدينة سبها؟ حاليا مدينة سبها تشهد يعني ارتفاع في عدد حالات الإصابة المنطقة بشكل عام، وصلنا إلى عدد 421 إصابة لعند يوم الأمس. لا تزال يعني الحالات تظهر،
فزلنا نقوم بعمليه المسح للمخالطين من الدرجه الاولى، لن ندخل في عمليه المسح الشامل. المتوقع ارتفاع في عدد حالات الاصابه بسبب استمرار المناسبات الاجتماعيه مثل المحافل والافراح، وايضا الحركه داخل المدينه مستمره بشكل طبيعي، لذلك نتوقع ارتفاع او ازدياد في عدد الحالات في قادم الايام باستمرار الحال على ما هو عليه. تحدثت في مقابلة مع وكالة سبوتنيك أن أحد أسباب الانتشار هو عدم التزام المواطنين بحظر التجول، هل نحن الآن أمام مشكلة لدى الأجهزة الأمنية في تطبيق هذا الحظر وإجبار الناس على البقاء في منازلهم؟ فيما يخص عدم التزام الناس وأيضا عملية حظر التجول، تواصلنا مع الأجهزة الأمنية، الأجهزة الأمنية أبدت استعدادها لتطبيق حظر التجول. حظر التجول يحتاج إلى ترتيبات وتجهيزات معينة، يحتاج إلى توفير الغذاء وعملية توصيل متطلبات الناس إلى منازلهم، أيضا فتح أبواب المصارف حتى تتمكن الناس من الحصول على السيولة النقدية، أصحاب الحرف اليمنية أيضا يحتاجوا إلى عملية تنظيم، المصارف متوقفة عن العمل خاطبناهم، حاليا بدأ العمل الداخلي وتنظيم طريقة العمل وأيضا التعاون مع المجال المحلية لتوفير السيولة. لا يمكن أن نجبر الناس على البقاء في منازلهم في ظل الوضع الاقتصادي والمعيشي الصعب في المنطقة الجنوبية، وهذا الأمر يعني ليس وريد اللحظة، هذا منذ سنوات وزاد الأمر سوء على ظهور فيروس كورونا بالمنطقة، لذلك يصعب تطبيق الحظر في ظل هذه الظروف المعيشية الصعبة جدا، وأيضا قطاع الكهرباء لساعات طويلة جدا، الأمر يعني صعب جدا. فيما يخص الأجهزة الأمنية تسعى وتحاول القيام بواجبها يعني سماح للمواطنين بساعات معينه وتنبيههم، وايضا جولات داخل المدينه. قبل قليل كانت هناك جولات داخل المدينه من قبل مديريه امن سبها لتنبيه الناس في الاماكن المزدحمه مثل اسواق الخضار وغيرها من الاماكن المزدحمه. الامر يحتاج الى عمليه ترتيب اداره المواطنين. سيد صلاح، يعني تحدثتم عن نقص الإمكانيات الطبية لدى مركز سبها الطبي وقسم العزل بالمركز، رغم ذلك في الفترة الماضية شاهدنا شحنات ترسل بشكل كبير سواء من الحكومة الليبية أو حكومة الوفاق، أين ذهبت كل هذه المساعدات التي شاهدناها جميعا عبر وسائل الإعلام؟ المساعدات وصلت بالفعل الى مدينه سبها، موجود مدينه سبها تقسيمات مخصصه لعمليه مجابهه فيروس كورونا. الامر التجهيزات بالفعل هي داخل المدينه، لكن الامر لم يكن متوقعا يصل هذا السوء. هذه التجهيزات تم توزيعها على المركز الطبي وايضا بعض مراكز الكشف ومركز العزل، لكن زي ما ذكرت لك العدد كبير جدا، عدد الحالات ارتفع جدا، هذا الامر يتطلب الى تجهيزات اكثر يعني امكانيات اكثر وكوادر طبيه، ايضا طلبنا بتواجد كوادر طبيه، لدينا اصابات في الاطقم الطبيه وايضا موجودين بالعدد في الوفاه الرباعيه. نعم سيد صلاح. سيد صلاح كنت في سيد صلاح عذر المقاطعه، لكن لضيق الوقت دعني اوجه لك اخر سؤال. قبل يومين وجهتم نداء إلى جميع المسؤولين في ليبيا بضرورة توفير أطباء داخل مركز العزل بمركز سبها الطبي، هل هذه النداءات لاقت أي استجابة من المسؤولين في الدولة؟ طبعا هذا النداء نحن ضمانا ونلقى استجابة من قبل المسؤولين في الدولة الليبية، توفر معنا العديد من الأطراف، العديد من المسؤولين والشخصيات الممثلة للجنوب في كل الحكومات، ونحن الان في بعض اللحظات ننتظر وصول قافله طبيه من مدينه طرابلس تضم مجموعه من الاطباء، سينضمون الى فرق العمل داخل مدينه سبا وسيبشرون عملهم خلال اليومين القادمين باذن الله. نعم، المتحدث باسم لجنه اداره ازمه كورونا بمدينه سبا سيد صلاح ابراهيم كنت معي عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. نوهت لجنة مكافحة كورونا بالخمس إلى وجود لبس في بيان المركز الوطني يوم أمس والذي يشير إلى وجود حالة إصابة في بلدية الخمس، وأوضحت اللجنة في بيان لها أن الحالة من بلدية مسلاتة ويحتمل أن يكون لها بعض المخالطين من مدينة الخمس،
مشيرة إلى قيام فريق الرصد بحصر المخالطين لا بأخذ المسحات اللازمة. وأكدت اللجنة استقرار الوضع الوبائي في البلدية، حيث لم يتم تسجيل إصابة جديدة منذ حوالي 3 أسابيع. هذا ودعت اللجنة جميع المواطنين إلى التعاون مع فرق الرصد والتقصي لأداء مهامها في أخذ العينات والاكتشاف المبكر للحالات وحصر المخالطين. من جانبها أعلنت غرفة الطوارئ لإدارة الأزمة ببلدية سوق الجمعة أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في البلدية لغاية يوم أمس بلغ 33 حالة، منها 21 حالة نشطة، أما حالات الشفاء فقد وصلت إلى 12 حالة. الغرفة نوهت في منشور لها بضرورة اتباع إجراءات الوقاية الاحترازية من خلال وضع الكمامات في أماكن الازدحام، إضافة إلى التباعد الاجتماعي والحفاظ على مسافة أمان لا تقل عن متر واحد عن الأشخاص، إلى جانب غسل اليدين باستمرار وتعقيمها. وصلت أمس إلى مطار مصرات الدولي طائرة محملة بالإمدادات الطبية اللازمة لإجراء فحص فيروس كورونا المستجد، قادمة من مطار شيفول بالعاصمة الهولندية أمستردام. وبين المكتب الإعلامي لوزارة الصحة المفوضة أن شحنة ذات المنشأ الألماني تحوي 11 جهاز PCR و20,000 قطعة من PCR كيدز وأدوات أخرى لفحص العينات. وأكد المكتب أنه سيجري تسليم هذه الشحنة للمركز الوطني لمكافحة الأمراض لتلبية احتياجات المختبر المرجعي بطرابلس والمختبرات الموزعة في المدن الأخرى. استلم مستشفى الثورة بالبيضاء أمس جهاز اختبار فيروس كورونا PCR مع 5,000 شريحة اختبار مقدمة من إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط. قال مدير المستشفى عبد الرحيم مازك في منشور له على صفحته بفيسبوك إن الجهاز سيباشر العمل خلال الأيام قليلة في خطوة مهمة لتوفير نقل العينات إلى مدينة بنغازي للإسهام في الرفع من مستوى الخدمة الطبية بالمستشفى. نظمت في قصور الضيافة بمدينة زوارة أمس دورة تدريبية حول جائحة كورونا برعاية المجلس البلدي وبتنظيم الهيئة الطبية الدولية. ووفق البلدية فقد جاءت هذه الدورة عن طريق مبادرة معا نصنع التغيير، وذلك بالتنسيق مع مجلس إدارة التخطيط الوطني العام زوارة، حيث تم استهداف 4 مرشحين للدورة التدريبية من 4 بلديات هي زوارة وزلطن ورجدلين وجميل. وأوضحت البلدية أن التدريب حضره طبيب وممرض وعنصر أمني ومتطوع من كل بلدية مشاركة. قامت جمعية غدامس للتنمية والأعمال الخيرية بتوزيع حوالي 270 سلة غذائية متكاملة على العمالة الوافدة بالمدينة لتخفيف المعاناة عنهم وسط تفشي وباء كورونا. السلال الغذائية احتوت على المواد الأساسية والمؤن الغذائية الجافة، حيث جاءت هذه الحملة بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة وبالتنسيق مع المجلس البلدي غدامس. مراسلنا في المدينة واكب الحملة ورصد التقرير التالي. في ظل تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد وفي إطار رفع المعاناة عن العمالة الوافدة المتواجدة في نطاق بلدية غدامس، قامت جمعية غدامس للتنمية والأعمال الخيرية بتوزيع نحو 270 سلة غذائية متكاملة على هذه العمالة. في إطار نشاطات جمعية غدامس للتنمية والأعمال الخيرية، قمنا اليوم بتوزيع حوالي 270 سلة غذائية لكل من العمالة الوافدة سواء كانت العربية أو الإفريقية، وذلك لتخفيف من معاناتهم في ظل جائحة كورونا. حملة توزيع المساعدات نظمت بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة وبالتنسيق مع المجلس البلدي غدامس، وتأتي هذه المبادرة ضمن النشاطات المستهدفة للتخفيف من وطأة تفشي وباء كورونا في المدينة وعموم البلاد. طبعا هذا يأتي هذا العمل في إطار التعاون مع جمعية IOM والهجرة الدولية وكذلك التنسيق مع المجلس البلدي غدامس، وذلك للتخفيف من المعاناة خاصة نتيجة التعطل والأعمال نتيجة هذه الجائحة. مدينة غدامس ونظرا لموقعها الاستراتيجي المهم تتواجد فيها عمالة وافدة من عدة دول، وذلك كونها تقع على المثلث الحدودي الذي يربط بين ليبيا والجزائر وتونس، إضافة إلى وقوعها ضمن خط سير المهاجرين غير القانونيين.
وجه وكيل وزارة الصحة للشؤون الفنية بالحكومة الليبية نوري الورفلي خطابا إلى المديرين العامين بكل من المستشفيات العامة والتعليمية والقروية وإدارة الخدمات الصحية بالبلديات والمراكز الطبية، شدد فيه على ضرورة التقيد بتعليمات وزير الصحة سعد عقوب بشأن الرفع من حالة التأهب والاستعداد لأي طارئ والاهتمام الكامل بصيانة محطات الأكسجين، مع ضرورة توفير مخزون كاف والاهتمام بالمولدات الكهربائية وثلاجات أقسام الرحمة. كما طالب الخطاب كافة المديرين بضرورة توجيه إدارتهم الفنية للاهتمام الكامل بهذه المعدات من حيث الصيانة وضمان استمراريتها في تقديم الخدمات، إلى جانب إعداد التقارير الفنية وإحالتها إلى الإدارة المخصصة بالوزارة. كما وجه وكيل وزارة الصحة للشؤون الفنية والخدمات نوري الورفلي خطابا آخر إلى مديري المستشفيات التعليمية والعامة والقروية ومديري المراكز الطبية التخصصية، طلبهم فيه بضرورة التقيد بتعليمات الكتاب الصادر عن وزير الصحة سعد عقوب بشأن منظومات الكهرباء والمياه وإطفاء الحرائق والغازات الطبية ومنظومات المراقبة وإعداد تقرير مفصل عن الإجراءات التنفيذية التي اتخذت بهذا الشأن. أدان مستشفى غورين التعليمي ببلدية شحات الاعتداءات المتكررة على الأطقم الإدارية والطبية خلال تأدية واجبها، والتي كان آخرها مساء أمس الخميس، حيث تعرض المناوب الإداري بقسم الجراحة والطبيب المناوب وعناصر التمريض إلى الاعتداء الجسدي واللفظي من قبل أحد الزوار. وقال المستشفى إن هذا الاعتداء ليس الأول على الأطقم الطبية والإدارية، مشيرا إلى مخاطبة إدارته لمدير أمن شحات وإبلاغه بالواقعة وتزويده بالتقارير الطبية للمتضررين ومقدمي الشكوى. كما طالب بضرورة إيجاد حلول جذرية لضمان سلامة المرضى والنزلاء والعناصر الإدارية والطبية والطبية المساعدة. أطلق المركز الوطني للقلب تاجورا نداء استغاثة إلى جميع الجهات المعنية بالشركة العامة للكهرباء والمسؤولين ومؤسسات المجتمع المدني، ما جدهم فيه التدخل في أسرع وقت ممكن لإيجاد حلول عاجلة لمشكلة توزيع طرح أحمال الكهرباء على المركز. وأشار المركز عبر مكتبه الإعلامي إلى معاناة المرضى بسبب انقطاع التيار الكهربائي لأكثر من 3 أيام متواصلة، حيث ألغيت العمليات وحالات غسيل الكلى المستعجلة، إلى جانب وجود أطفال حديثي الولادة داخل الحضانات مع عدم توفر الأكسجين داخل العنايات وتلف التحاليل. قام مفتشو مركز الرقابة على الأغذية والأدوية بطرابلس رفقة الأجهزة الضبطية المتمثلة في جهاز الحرس البلدي ومديرية الأمن بجولة تفتيشية توعوية في مستشفى الجلاء. استهدفت مخازن الأدوية والمعدات الطبية ومصرف الدم ومختبر التحاليل والمطعم، وذلك للوقوف على مدى مطابقتها للاشتراطات الصحية. وحسب المركز فقد تبين خلال التفتيش أن حالة مخزن المستلزمات والمعدات الطبية ومخازن الأدوية ومختبر التحاليل الطبية ومصرف الدم جيدة بشكل عام من حيث النظافة وصلاحية المعدات والتهوئة، وهو الحال أيضا بالنسبة للمطعم حيث يجري تجهيزه لإعداد الوجبات وتحليلها قبل إرسالها للمريض. بحث رئيس المجلس التسييري لبلدية سرت سالم عامر مع مدير مكتب وزير الخارجية بالحكومة الليبية عبد الحميد المجرحي ومدير مكتب التفتيش بالوزارة خلف الله المهدي وبعض المسؤولين عددا من الموضوعات والمختنقات التي تواجه مدينة سرت في مختلف القطاعات، وكذلك الاحتياجات العاجلة للمدينة. كما بحث الاجتماع كافة الترتيبات الخاصة بتكليف المجلس بالتنسيق مع مصلحة أملاك الدولة لتخصيص مبنى غير مستكمل لوزارة الخارجية بسرت للعمل على استكماله والاستفادة منه كمقر لها في المدينة. عقد اجتماع موسع أمس بمقر ديوان المجلس البلدي البوانيس، ضم كلا من عميدة وأعضاء البلدية وحراك شباب البوانيس ومدير مكتب المياه والصرف الصحي بالبلدية وحكماء وأعيان منطقة سمنو، حيث تم خلال الاجتماع استعراض ومناقشة مطالب الشباب المعتصمين أمام مقر المجلس البلدي وإيجاد حلول لها.
كما أوضح بلدي البوانيس الإجراءات التي قام بها والتي سيتم اتخاذها مستقبلا من أجل وضع حل لمشاكل البنية التحتية بمناطق البوانيس. وحسب المكتب الإعلامي للبلدية فقد خلص الاجتماع إلى الاتفاق على أن يتم التشاور من أجل تشكيل لجنة تتكون من 5 ممثلين عن حراك الشباب البوانيس للتواصل مع المجلس البلدي بالخصوص. ناقش رئيس الهيئة العامة للمواصلات والنقل بالحكومة الليبية محمد عبد القادر احتياجات بلدية الساحل للطرق، كما تمت مناقشة المشاريع المتعثرة وكيفية العمل على استكمالها. وحضر الاجتماع الذي عقد في مقر الهيئة بمدينة بنغازي النائب عن بلدية الساحل خليفة الدغاري وعميد البلدية يونس عبد الشفيع ومدير الإدارة أو إدارة النقل البري محمد حمد. تحت إشراف مكتب الإسكان والمرافق ببلدية أوجلا تتواصل أعمال إنشاء واستكمال الطريق المزدوج الداخلي للمدينة بطول 1.5 كيلومتر لكل الجانبين أو لكلا الجانبين عفوا. نعم، مدير مكتب الإسكان رجح استكمال هذا المشروع خلال 4 أو 5 أشهر بحسب الأوضاع الراهنة في البلاد. تفاصيل أوفى نتابعها في التقرير التالي. تتواصل في مدينة أوجلا جنوب شرق البلاد أعمال إنشاء واستكمال الطريق المزدوج الداخلي تحت إشراف مكتب الإسكان والمرافق بالبلدية وبتنفيذ من إحدى شركات الإنشاءات والمقاولات المحلية. تم التعاقد في مشروعين في قطاع الإسكان المرافق بلدية أوجلا، وطبعا تم التعاقد مع شركة الدوسر للإنشاءات، وتم إصدار إذن من قبل رئيس الوزراء عن طريق الهيئة العامة للإسكان والمرافق، وتمت مباشرة العمل في المشروع. طبعا المشروع الأول طريق المجوز الشمالي مدينة أوجلا. هذه الإنشاءات والأعمال انطلقت في شهر يناير الماضي، حيث يرجح المسؤولون أن استكمالها سيتم خلال 4 أو 5 أشهر بحسب الأوضاع الراهنة في البلاد. كما ناشد مكتب الإسكان والمرافق بالبلدية الجهات المسؤولة دفع مخصصات الشركة المنفذة لإنجاز مهامها وفق المواعيد المتفق عليها. وطبعا الشركة متواصلة في عملها حتى هذا اليوم، ولكن لم تستلم أي مبالغ مالية، وتم تحويل مستخلصاتها ونناشد الجهات المسؤولة والمعالي رئيس الوزراء بتسهيل القيمة للشركة لتواصل عملها. مسؤولو بلدية أوجلا قالوا إن مسألة الانتهاء من رصف وتجهيز هذا الطريق المهم تعتبر أمرا جيدا بالنسبة لأهالي المدينة الذين يعانون من سوء أحوال الطرق الداخلية وتهالكها منذ عدة سنوات. تابع رئيس المجلس التسييري لبلدية سرت مع مدير إدارة الشرقية الوسطى بالشركة العامة للمياه والصرف الصحي تابع المشكلات التي تواجه أحياء منطقة أبو هادي والتي تعاني من نقص المياه منذ فترة طويلة، وكذلك عدد من الأحياء الأخرى. وحسب المكتب الإعلامي لبلدية سرت فإن الاجتماع الذي جاء في إطار متابعة المختنقات التي تواجه أهالي سرت في مختلف الأحياء السكنية تناول هاتفيا المختنقات والأسباب والحلول المتعلقة بالموضوع. هذا وأعلن جهاز النهر الصناعي منظومة الحساونة سهل شفارة عودة الكهرباء إلى محطات الطاقة التابعة للشركة العامة للكهرباء بمنطقة حقول الأبار. وقال الجهاز في منشور على صفحته بموقع فيسبوك إن العمل جار لإعادة شحن المحطات الفرعية التابعة للنهر وإعادة تشغيل الأبار وبدء أعمال ضخ المياه. أعلنت الشركة العامة للكهرباء إعادة تشغيل الوحدة الرابعة بمحطة أوبر الغازية والوحدة البخارية الثالثة بمحطة العمل. هذا كما تم الدخول بوحدات التوليد الأولى والثالثة الغازيتين والرابعة البخارية بمحطة الخمس، إلى جانب إعادة تشغيل الوحدة الثانية بمحطة الخمس الغازية وإدخالها على الشبكة الكهربائية، وإعادة تشغيل الوحدة الغازية الثانية بمحطة مصراتة للدورة المزدوجة
والوحدة الغازية الثالثة بمحطة أباري. وقالت الشركة إن العمل جار على إعادة تشغيل جميع الوحدات المتبقية وإدخالها للعمل على الشبكة. أرسلت الهيئة العامة للكهرباء محولا بقدرة 1 ميجاوات إلى مدينة البيضاء للتخفيف من الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي. وأوضح المكتب الإعلامي للهيئة أن إرسال المحول جاء عقب مناقشة مشكلات الشبكة الكهربائية في اجتماع موسع جمع المسؤولين بمدينة البيضاء ومدير الهيئة العامة للكهرباء فخر المسماري الأربعاء الماضي. وتم إرسال المحول بالتعاون مع الإدارة التنفيذية للشركة العامة للكهرباء من مخازن الشركة بمدينة بنغازي. الكثير لا يعرفون الغمق الذي هو أحد أنواع التمور الكثيرة والتي تسخر بها مدينة أوجلا، وهو ما يطلق على التمرة في مرحلتها الأولى من التكوين. نعم حسن، قناتنا التقت أحد مزارعي مدينة أوجلا المتخصص بأشجار النخيل حيث حدثنا عن الغمق وفوائده وموعد قطفه. الغمق هو المرحلة الأولى في نضج حبة التمر أثناء تكوينها بعد انتقالها من مرحلة التذكير لشجرة النخيل، وهو نوع من أنواع أخرى من التمور التي تشتهر بها مدينة أوجلة. الغمق الدقلة هذا لما نوبره نحن الدقلة بعد التوبير بحوالي شهر 2 و3 و4 و5 تكبر الحبة، في شهر 6 في 20/6 أو 18/6 بالتحديد يبدأ يطيح في الغمق. الغمق هذا يطيح من العرجون بعد ما نحن نخفوا العرجون، تبدأ تطيح هي من 18/17/20 تبدأ على طول تطيح في الدقلة، تطيح في الغمق متاعها. يبدأ الغمق بالاخضرار في شهري مايو ويونيو من كل عام، حيث يعتبر الوجبة الرئيسية لأهالي مدينة أوجلة قديما قبل أن ينتقل إلى مرحلة الرطب أو التمر الجاف، وله طرق خاصة لقطفه تختلف عن غيره من أنواع التمور الأخرى. الغمق متاع هذا نحن نلمه ونأكله لذيذ في الأكل، كل المدة متاعه كلها من أسبوع لعشر أيام، ما يكترش بعدين هو يوم بعد يوم، يعني اليوم هذا نأكله ثاني يوم كان ما كليتش يتخش فيه طياب ويفسد طبعا. الغمق كغيره من الأنواع الأخرى من التمور غير المعروفة لدى غالبية الناس، تشتهر به فقط مناطق النخيل ويتناول محليا ولا تصدر منه كميات كبيرة إلى المدن الأخرى. مشاهدين نشرتنا ما زالت مستمرة وفيها بعد الفاصل. خلال زيارته إلى موسكو، المستشار صالح يجري سلسلة لقاءات لبحث آخر المستجدات ومبادرات حل الأزمة. أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد، وهذا تذكير بأبرز عناوين هذه النشرة. تسجيل 17 إصابة جديدة بكورونا وحالة شفاء وحالة وفاة جديدتان بالفيروس أمس في ليبيا. وصول شحنة طبية إلى مطار مصراتة لمواجهة فيروس كورونا قادمة من هولندا.
وزارة الصحة بالحكومة الليبية تشدد على ضرورة الرفع من حالة التأهب استعدادا لأي طارئ. جدد رئيس مجلس النواب المستشار عقيل الصالح تأكيده على انتهاء ولاية وصلاحية المجلس الرئاسي، ووصف حكومة الوفاق بغير الشرعية. وقال المستشار صالح خلال لقائه وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في موسكو إن المجتمع الدولي فرض حالة اقتتال في ليبيا عبر منحه الشرعية لجسم غير منتخب. نعم حسن، من جانبه أعلن لافروف عن ترحيب بلاده بمبادرة الوقف الفوري لإطلاق النار وإطلاق حوار سياسي شامل في ليبيا. تفاصيل أوفى في سياق هذا التقرير. في مستهل زيارته لروسيا، أجرى رئيس مجلس النواب المستشار عقيل الصالح محادثات في موسكو مع وزير الخارجية الروسية سيرجي لافروف، بحثا فيها آليات إيقاف القتال وتنفيذ مقررات مؤتمر برلين وإعلان القاهرة. لافروف أكد أن إعلان القاهرة ومخرجات مؤتمر برلين يمكن أن يكون قاعدة لحوار ليبي ليبي، وأن بلاده ستواصل جهودها لحل الأزمة الليبية وستستأنف عمل سفارتها في ليبيا من تونس مع فتح قنصلية في بنغازي. رئيس مجلس النواب المستشار عقيل الصالح أكد على شرعية البرلمان الجسم الشرعي المنتخب الوحيد في البلاد، وقدم إحاطة لوزارة الخارجية الروسية حول الانتهاكات التي ارتكبها الرئاسي في طرابلس، بدءا بالاتفاقية مع تركيا وصولا إلى اختراقات اتفاق سخيرات. وأوضح أن مدة الرئاسي انتهت منذ فترة، وأن هناك أربعة من أعضائه قدموا استقالتهم، وأن من يتحكم بالرئاسي هو القرار التركي. ونشكره على تفاهمه لمبادرتنا بمجرد إعلانها، يمكن كان أول وزارة خارجية تؤكد على هذه المبادرة. هذه المبادرة تقوم على أسس عرفية ليبية. وقبل لقاء لافروف أجرى المستشار صالح محادثات مع فالونتيا ماتفينكو رئيسة مجلس الاتحاد الروسي، واستعرض خلالها تطورات الوضع في ليبيا وضرورة إيقاف القتال وبدء الحوار السياسي، وشدد على أن حكومة الوفاق غير قانونية وأنها لم تنل الثقة، محملا المجتمع الدولي مسؤولية ما حدث في ليبيا لأنه اعترف بها رغم ذلك. بدورها أكدت رئيسة مجلس الاتحاد على أهمية الدور الذي يلعبه المستشار عقيل الصالح كرئيس للبرلمان. وللحديث أكثر مشاهدينا حول هذا الموضوع ينضم معنا عبر الهاتف المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب السيد حميد الصافي. سيد حميد مرحبا بك. أهلا وسهلا بكم. أهلا بك. بداية يعني ما هي أو ما هو أبرز ما تمت مناقشته في الاجتماع الذي جمع المستشار عقيل الصالح بوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف؟ حقيقة كثير من النقاط ظفر بها السيد رئيس مجلس النواب من خلال لقائه مع فالنتينا رئيسة الاتحاد الفيدرالي الروسي هنا في موسكو، ومن ثم كان لقاء أيضا مثمر وهام جدا يوصف بالمهم، لقائه مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف. أكد في كلا اللقاءين على تجديد التأكيد لشرعية مجلس النواب كجسم منتخب وشرعي ورسام منبثق عنه، وهذا بكل تأكيد سيدتي الفاضلة يعزز الجهود الدولية التي يقوم بها سيد رئيس مجلس النواب وتحركات دبلوماسية بكثير من الزيارات التي ستكون في قادم الأيام. ثانيا تم أيضا التأكيد على دعم أعلان القاهرة، وهذا كان أمر مهم جدا، وبحث آلية ترجمة هذا الإعلان ونصوصه وهذه المبادرة على أرض الواقع. طيب. من ثم تم الاتفاق على إنهاء مسألة إنهاء وجود مرتزقة ودخولهم، ووصفوا لفظا يعني هكذا بأن الهدف واحد في محاربة الإرهاب، وهذا مهم جدا في جهود روسيا مع ليبيا. نعم. طيب هل تمت مناقشة استئناف الحوار السياسي بين الأطراف الليبية؟ نعم سيد رئيس مجلس النواب، للعلم سنكون بعد يومين في جنيف هناك لمتابعة هذا الموضوع وللقاء العديد من الشخصيات والمنظمات هناك، والبعثة الأممية في ليبيا أيضا ستكون موجودة هناك.
ومن ثم أيضا ستكون لنا وجهة صوب روما بدعوة من إيطاليا لبحث آلية تنفيذ هذه المبادرة بالدرجة الأولى. ولكن ما تم التأكيد عليه أيضا قبل سيد الرئيس الشرع في صرح بأن لابد من رفع الحظر عن تسليح الجيش الليبي، لابد من دعم قواتنا المسلحة في جوانب التدريب والتطوير وكثير من الجوانب الأخرى، ولابد من أن يكون لروسيا صوت وليد الطولة صح التعبير في مجلس الأمن والمجتمع الدولي في هذا الجانب وفي هذا الدعم بكل تأكيد. طيب الجانب الروسي بدوره أكد هذا ورحب به ووعد بأنه سيعمل حثيثا للوصول إلى هذه الغاية. طيب بما أننا نتحدث عن الدور الروسي في حل الأزمة الليبية، ما هو أهمية هذا الدور وهل تعولون عليه في حل الأزمة الليبية؟ نعم أعتقد يعني جيدا الكثير أن نقول أن الدور الروسي في الماضي أو في الحاضر أو ما سيكون في المستقبل هو دور لصالح الشرعية بالدرجة الأولى، صالح قواتنا المسلحة في كثير من الجوانب، سواء كان التحرك السياسي أو التحرك الأمني في مسألة التدريب كوادر عسكرية وعناصر وغيرها. ما يتم التعود عليه الآن هو حث المجتمع الدولي من قبل روسيا في مسألة تعيين مبعوث خلفا لخلصان السلام، وهذه نقطة مهمة جدا لأن الوضع الآن حرج. نعم. والأمر يحتاج إلى تعيين مبعوث دولي حتى تكون أو يكون مسار وقناة حقيقية لترجمة وتنفيذ المبادرة. وهذا ما أكد عن الجانب الروسي، تحدث معهم الرئيس على إمكانية لابد أن تكون هناك معايير مهمة تتوافر في هذه الشخصية مهما كان. أعتقد يعني لا أخفيكم أيضا بأن أعتقد أن هناك ثلاث شخصيات مرشحة لكن لا يتم الإفصاح عنها في الوقت الحالي. نعم. طيب سيد حميد، نعود إلى ما تمت مناقشته في الاجتماع، هل تمت مناقشة أو دراسة، كان هناك في السابق يعني اتفاقيات تجارية ومالية وعسكرية بين البلدين روسيا وليبيا، هل تمت مناقشة إعادة تفعيل هذه الاتفاقيات؟ نعم بكل تأكيد تم نقاش هذه الاتفاقيات بشكل واضح جدا، خصوصا اتفاقية السكك الحديدية التي يعتبر من أكبر المشاريع في ليبيا والتي تشرف عليها وتنفذها شركات الروسية. قدم لهم السيد الرئيس هذا الجانب، وعاد سيد وزير الخارجية بالتواصل مع هذه الشركات، أكد لهم السيد الرئيس بتوفير مناخ آمن في شرق البلاد، وهذا ما التمسوه حقيقة حتى وجود تقارير مهمة جدا هي ذلك بأن ستوفر لهم الحماية الكافية، الأجواء المهمة جدا لعودة بعض الشركات المهمة جدا لتنفيذ مشاريعها. تم الاتفاق على بدء إجراء فعلي في مسألة فتح قنصلية في بنغازي روسية لخدمة المواطنين بالدرجة الأولى، تقديم التأشيرات وما شابه ذلك. كثير من النقاط حقيقة نقشت في هذا الجوانب. نعم، شكرا لك سيد حميد، كنت معنا عبر الهاتف المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب حميد الصافي. أكد وزير الخارجية الإماراتية عبد الله بن زايد آل نهيان ونظيره الفرنسي جان إيف لودريان دعمهما للمبادرة المصرية لحل الأزمة الليبية ورفضهما للتدخل التركي. الوزيران وخلال اتصال هاتفي جددا دعمهما لجهود التوصل إلى حل سياسي للأزمة الليبية باعتباره الحل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا والحفاظ على وحدة وسلامة أراضيها، كما أكد رفضهما للتدخل التركي في الشأن الليبي والذي من شأنه أن يجهض جهود المجتمع الدولي للتوصل إلى حل سياسي للأزمة. عقد أعضاء مجلس النواب ورؤساء المجالس التسييرية والحكماء بمدن الجنوب الشرقي اجتماعا تشاوريا موسعا بمقر بلدية شخرة لمناقشة المشاكل والمختنقات التي تعانيها مناطق الجنوب الشرقي، حيث أكد المجتمعون في بيانهم الختامي على شرعية مجلس النواب ودعم جهود القيادة العامة في محاربة الإرهاب، كما نص البيان على تشكيل لجنة تواصل لبحث وتناول كل القضايا والمواضيع المتعلقة بمنطقة جنوب الشرقي. التأكيد على شرعية مجلس النواب واعتباره الجسم الشرعي الوحيد المنتخب من الشعب الليبي والمعبر عن إرادته وتطلعاته. 2-
دعم جهود القيادة العامة للقوات المسلحة في محاربة الإرهاب وافتكاك الوطن من الميليشيات والمرتزقة واستعادة سيادته. 3. تشكيل لجنة تواصل من السادة أعضاء مجلس النواب ورؤساء المجالس التسييرية والحكماء تتولى مباشرة التواصل مع رئاسة مجلس النواب والحكومة الليبية والمكونات الاجتماعية لبحث وتناول كل القضايا والمواضيع المتعلقة بمنطقة الجنوب الشرقي وبما يتلائم مع ما تمتلكه من إمكانيات ومقومات استراتيجية واقتصادية وجغرافية. 4. تشكيل لجنة تحضيرية تتولى إعداد تصور لإطار تنظيمي يضم بلديات الجنوب الشرقي. مستمرون معكم وتتابعون بعد الفاصل. تسجيل أكثر من 11 مليون إصابة بفيروس كورونا حول العالم. أهلا بكم مجددا. تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا في العالم عتبة 11 مليونا منذ بدء تفشيه، فيما أودى كورونا بحياة نحو 524,881 شخصا. آخر تطورات ومستجدات فيروس كورونا حول العالم نتابعه في التقرير التالي. رسميا أكثر من 11 مليون إصابة جديدة بفيروس كورونا حول العالم. الفيروس الذي أبى أن يتوقف حاصدا خلفه أرواحا وأضرارا في كافة المجالات. أودى فيروس كورونا بحياة ما لا يقل عن 524,881 شخص، فيما تعافى حوالي 6 ملايين آخرين. الولايات المتحدة هي البلد الأكثر تضرراً للفيروس من حيث عدد الوفيات والإصابات، مع تسجيلها أكثر من 128,000 وفاة من أصل ما يزيد عن 2 مليون إصابة. بعد الولايات المتحدة، الدول الأكثر تضرراً بالوباء هي البرازيل، تليها المملكة المتحدة ثم إيطاليا وفرنسا. أما الدول العربية فتحتل المملكة العربية السعودية أعلى عدد الإصابات بتسجيلها أكثر من 201,800 إصابة وحوالي 1,802 حالة وفاة. أما مصر فسجلت أكثر من 71,000 إصابة وحوالي 3,000 وفاة. بالرغم من ذلك، قامت العديد من الدول بفك إجراءات الحظر وفتح المطارات، ودعت منظمة الصحة العالمية لإقليم الشرق المتوسط الأفراد والمجتمعات إلى احتواء الجائحة مع رفع القيود وتخفيف الإجراءات الاحترازية. حذرت الأمم المتحدة من مخلفات النفايات الإلكترونية بعد أن تجاوزت 50 مليون طن في العام 2019 بزيادة 20% على السنوات الخمس الماضية. وجاء حسن في التقرير السنوي للأمم المتحدة حول هذا الموضوع أن 17% فقط من 53 مليون طن من النفايات الإلكترونية من هواتف وحواسيب وأدوات منزلية وغيرها أعيد تدويرها ورمي ما تبقى وقيمته حوالي 50 مليار يورو. وأوضح التقرير أن هذه النفايات غير المعاد تدويرها تحوي الذهب والفضة والنحاس والبلاتين وفلزات الأتربة النادرة التي ينبغي استغلالها لإنتاج أجهزة جديدة، كما تحتوي مواد سامة وخطرة على صحة الإنسان.
أعلن الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون تعيين جان كاستيكس رئيسا جديدا للحكومة الفرنسية خلفا لإدوارد فيليب الذي قدم اليوم استقالة حكومته، كما أعلن قصر الإليزي. وصرح ماكرون بأنه ينوي رسم مسار جديد مع فريق جديد، داعيا الفرنسيين إلى الاستعداد لعودة اقتصادية صعبة للغاية. وفي ختام النشرة هذا تذكير بأبرز عناوينها: تسجيل 17 إصابة جديدة بكورونا وحالة شفاء وحالة وفاة جديدتان بالفيروس أمس في ليبيا. وصول شحنة طبية إلى مطار مصراتة لمواجهة فيروس كورونا قادمة من هولندا. وزارة الصحة بالحكومة الليبية تشدد على ضرورة الرفع من حالة التأهب استعدادا لأي طارئ. وصلنا إلى ختام نشرتنا، قدمها لكم حسن البكوش وفرح قدادة. إلى اللقاء. إلى اللقاء.